أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة، وزي ما بقول كل مرة في رحلة بنقرب فيها أكتر من فهم كلمة ربنا. آخر حلقة كلمتكم عن أهمية وضع النقطة في قراءتنا للكتاب المقدس، النقطة الفاصلة، علامات الترقيم عموما زي علامة الاستفهام، الأقواس، علامات التعجب، كل اللي أنا أشرت إليه المرة اللي فاتت، لكن تحديدا أنا كنت بتكلم على وجود النقطة. جات لي ملاحظات كتير على الفكرة دي، يمكن محدش أو أنا ما قدرتش أعبر بطريقة واضحة قصدي إيه من اللي أنا كنت عايز أقوله. هرجع تاني النهاردة وشارك حضراتكم بملخص سريع على أهمية النقطة، يمكن أقدر أكون واضح زيادة. أنا عارف إنه الموضوع ده يمكن محدش اتكلم فيه قبل كده، ويمكن ناس كتير في قرايتها للكتاب المقدس لا تعطيله اعتبار أو اهتمام. أهو طالما النص موجود وبنقرأ خلاص، يعني مش لازم ندقق قوي لهذه الدرجة، أبص على فين النقطة فين الفاصلة. لكن أنا أرجع وأقول تاني، لا، الكلام في منتهى الأهمية إنك أنت تعرف هنا وقف الكاتب، هنا بدأ فكرة جديدة، ده اللي أنا عايز أقوله. وإلا إحنا بنقرأ كلمات عمالين، يعني آسف في التعبير، بندش كده كلمات ورا بعضها. مثلا عشان أرجع تاني لموضوع النقطة، خلينا كعادتنا وإحنا بنتفرج على الحلقات، إحنا مش هدفنا نتفرج قد ما هدفنا نشتغل عشان نقرب أكتر من كلمة ربنا. افتحوا معايا من فضلكم إنجيل يوحنا أصحاح 2، آخر آية في إنجيل يوحنا أصحاح 2. الطبيعي في إنجيل يوحنا، أو الطبيعي في قرايتنا عموما، بنقرأ وأجي أقف عند آخر كلمة في إنجيل يوحنا أصحاح 2، آخر آية في عدد 25، أقف بعدها. بس بصوا اللي أنا عايز أقوله، وأنت هتحس بالمعنى أوضح لو قريت بالطريقة اللي أنا هقول لحضرتك عليها. في عدد 25، أو هقرأ مع حضراتكم من عدد 24، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع. اتقال عن يسوع كان يعرف الجميع. عدد 25، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. نقطة، خلص الإصحاح. أنا بقول دي قراءة ناقصة للنص. صحيح الإصحاح خلص هنا، لكن مش معناه إن الفكرة وقفت هنا. طب أنا جبت الكلام ده إزاي؟ بص معايا في أول عدد من إصحاح 3 من إنجيل يوحنا، هقراه بقى ورا بعض. هقرأ عدد إصحاح 2 25، وهبدأ على طول وراه من غير أي وقفة إصحاح 3 عدد 1. ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود. هل كلمة إنسان اللي في عدد 25 ممكن يكون مقصود بيها الإنسان اللي في عدد 1 من إصحاح 3؟ أعتقد أنه مقصود بيها، وكأنه كاتب إنجيل يوحنا الرسول عايز يقول لنا أن قبل ما نيقوديموس يروح للمسيح كان عارف المسيح عنه كل حاجة، لأنه علم ما في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، ما أروع التواصل موجود. أنا لابقى عارف كويس قوي انه الكتاب المقدس لما اتكتب، ودي تاني مرة اقول هذه المعلومة، اتكتب على بعضه. انجيل يوحنا اتكتب، ما كتبش اصحاحات واعداد زي بالطريقة دي، ولكن الاصحاحات والاعداد دي
موجودة علشان سهولة البحث وسهولة الدراسة وسهولة القراءة. فأنا بقول لحضراتكم افتحوا معايا إنجيل يوحنا إصحاح 2 وعدد 25، فإحنا كلنا كل المشاهدين هيطلعوا نفس الآية اللي أنا أقصد عليها. فدي لسهولة القراءة والبحث، ولكن ليس الهدف منها أن أنا أقف. أنا النهاردة خلصت قرايتي، خلصت قرايتي بقى عند فكرة، خلصت قرايتي عند بداية فكرة جديدة أو نص فكرة، أنا مش مهم. لا، ده مهم جدا جدا جدا. ده اللي أقصده من موضوع النقطة، إزاي نتواصل في القراءة. أبقى عارف إن هنا وقف الفكرة، هنا هيبدأ فكرة جديدة، هنا هيكمل الموضوع اللي بدأه، وإلا أبقى أنا قرايتي ملهاش لازمة. هشارك حضراتكم بمثل آخر موجود في الكتاب المقدس، وجالي عليه أسئلة تقصد بيه إيه، أو إيه المقصود في الكتاب المقدس بالطريقة دي. ساعات كتير نلاقي أصحاح، مثلا أصحاح 11، وبين قوسين من عدد كذا إلى عدد كذا، ساعات ما بنعرفهاش. عشان تعرفوا موجودة قدام حضراتكم، افتحوا معايا في العهد القديم سفر إشعياء إصحاح 53. إشعياء إصحاح 53، أنا متأكد أنكم أنتوا بتشوفوها كتير، بس يمكن ما عندناش إجابة على المنظر اللي بنشوفه ده. بتلاقوا أنا بفتح معاكم وباخد وقت عشان أنتوا كمان تاخدوا وقت وتفتحوا معايا. في إشعياء 53 هنلاقي فوقيها كده من 52 عدد 13. هتخلينا نرجع تاني لإصحاح 52 من إشعياء، هنلاقي إشعياء 52 إلى 52 عدد 12. إيه ده؟ الأرقام دي ومين حطها؟ دي سهلة قوي هتلاقيها لما تلاقي انه اصحاح بيقول لك انه الاصحاح ده لازم نوصل عشان نكمله، لازم نوصل لعدد كذا من الاصحاح اللي بعده. يبقى انت لازم تقرا تعرف ان الفكره تكتمل لو قرينا لغايه عدد كذا من الاصحاح اللي هو بيقول لنا عليه. النموذج اللي قدامنا عايز يقول لنا ان اصحاح 53 من اشعياء، عشان نقدر نفهم الفكرة كاملة لازم نقرأ من عدد 13 من إصحاح 52. طب واحد يسأل، طب هو يعني ليه وجع القلب ده؟ ما فيش داعي نكتب كده وخلاص، نيجي عند عدد 12 من 52 ونقفل الإصحاح ونبدأ من 53، نحط رقم واحد على طول بدل ما نحط 13 في 52. طبعا انا عارف ان الارقام انا بقولها كتير وممكن تلخبط شويه، لكن لو بصيتوا هتفهموا على طول اقصد ايه. عايز اقول المنظر اللي قدامنا ده في منتهى الامانه للنص، واللي عمل كده هو امين جدا جدا للنص عشان انت ما تتلخبطش. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم انه الكتاب المقدس لم يكتب بطريقه اصحاحات واعداد، ولكن بعد كتابته وتجميعه بزمن طويل جه اللي ساعدونا في تقسيم الكتاب المقدس إلى إصحاحات وأعداد. بس وهم بيحطوا الإصحاحات أو اللي ربنا أرشده أن يحط الإصحاحات دي، ممكن يكون بحسب فهمه في الوقت ده هو اختار أن يكون عدد إصحاح 53 يبدأ من أول كلمة من صدق خبرنا، اللي هي عدد واحد، من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراعة الرب، دي بداية إصحاح 53. لكن مع زيادة الفهم ومع ظهور طبعات من الكتاب المقدس، طبعات من الكتاب المقدس، اللي عملوا الطبعة دي اللي بين إيدينا اللي موجود فيها الأقواس دي من صاد كذا إلى عين كذا، لقوا أنه للأمانة يقول لك أنه أفضل اقرأ إصحاح 53 بداية من عدد 13 من نهاية إصحاح 52، وقال لك أنك ممكن تلاقيها في طبعات تانية في ترجمات تانية لا مش موجودة الفكرة دي. فعشان للأمانة العلمية يقول لك
هي موجودة، هتلاقيها في حتة تانية كده، لكن إحنا بنشير عليك اقرأ الإصحاح ده. أنا بقى عايز أقولك اطلع بره الهيصة دي كلها، أنت اقرأ بحسب فهمك، وقف بالطريقة اللي أنت فهمت بيها. فالإصحاحات دي لسهولة البحث، لكن هي ما هياش الوحي، ما هياش إنه لازم نقف هنا وإلا الفكرة خلاص باظت. لا، مش لازم. أنت تقرأ لغاية ما تتأكد إن فكرة الكاتب بدأت من هنا وانتهت في الأمر ده. كل اللي بقوله ده عشان موضوع النقطة، عشان تقدروا تعرفوا قد إيه وإحنا بنقرأ نحتاج تركيز في قراية ربنا، في قراية كلمة الله. كلمة الله ما هياش جريدة يومية نقراها لمجرد نعرف شوية أخبار، ولا هي نشرة أخبار نسمعها جوه الكنيسة بتقول إيه يا واعظ على كلمة ربنا. هي دي كلمة ربنا علاقتي بيها، لكن كلمة الله تستحق مننا إن إحنا نقعد قدامها ونتعب شوية. افتكروا معايا أول حلقة أنا شاركت حضراتكم بيها إن كلمة الله كنز، والكنوز دائما تحتاج بحث وتدقيق عشان نقدر نوصل لعمق الكنز ده. كلمة الله كنز تحتاج مننا المجهود اللي أنا بشارككم بيه ده. تعالوا ناخد عهد كده قدام الله، يا رب كلمتك تستحق مننا إن احنا نتعب معاها شوية عشان تغير حياتنا. تعالوا النهاردة أشارككم بأهمية الفصلة. يعني تخيلوا معايا فصلة، إيه يعني إيه لازمتها دي؟ لا، ليها لازمة كبيرة قوي الفصلة دي. الفصلة في اللغة هي بتفصل في الفكرة الواحدة، بتفصل كلمات عن بعضها. يعني أقدر أقف عندها لكن أنا لسه مستمر في تكملة الفكرة. النقطة هي بتخلص الفكرة. وإزاي إن ممكن أقف ودي سكتة في الكلام يغير المعنى؟ زي بالظبط النموذج اللي طالع قدامكم دلوقتي على الشاشة. أنا شايف ثلاث كلمات على الشاشة قدامي، لا أقصد هذا. دي جملة أنا مألفها، دي مش آية في الكتاب المقدس. لا أقصد هذا باللهجة العامية بتاعتنا، أنا ما أقصدش، لا أقصد هذا. طب بصوا المنظر ده، لو أنا خليت الثلاث كلمات على الشاشة زي ما هما بس حطيت فصلة، هقراها بالطريقة دي، صح؟ قريتها صح. لا أقصد هذا. خدت بالكم من نبرة الصوت؟ اتغيرت نبرة الصوت واتغير معاها المعنى. بدل ما أقول لا أقصد هذا بقول لا أقصد هذا. اللي خلاني غيرت في المعنى وغيرت في نبرة الصوت هي الفصلة. تخيلوا معايا إلى هذه الدرجة من أني بأكد شيء إلى أنفي شيء ونفس الكلمات، والسبب وجود فصلة. بل أخطر من كده، تعالوا بقى نعمل تطبيقات على الكتاب المقدس. ساعات كتير المعنى بيضيع مننا وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس بسبب إهمالي، إهمال عيني في قرايتي للنقطة والفصلة والعلامات دي كلها. لا، أنا من هنا ورايح النهاردة هقرأ الكتاب المقدس بالطريقة اللي قصدها الله إن احنا نفهمها، بالطريقة اللي قصدها الكاتب الأصلي إن يقول رسالته، بالطريقة اللي فهمها القراء الأصليون إيه المقصود. فأنا هدقق حتى إلى درجة الفصلة. في آية مشهورة جدا بنقولها كلنا، بس غالبا الآية دي احنا مش بنركز فيها قوي. افتحوا معايا مزمور 94 وعدد 19، وانا هفتحه مع حضراتكم. مزمور 94 عدد 19 موجودة قدامكم
على الشاشة. مزمور 94 وعدد 19 بيقول: عند كثرة همومي في داخلي تعزيات تلذذ نفسي. هقراها تاني: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. طيب أنا هقراها بطريقتين، لأنه طالعة قدامك على الشاشة من غير فاصلة، فأنت ممكن تقراها وتقف في أي حتة بس المعنى هيتغير. أنا هقراها الطريقة الأولانية ومعرفش الفاصلة ممكن تبقى فين. عند كثرة همومي، وقفت. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هقولها بنفس الطريقة تاني: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. أو هقراها بطريقة تانية، طريقة مختلفة، هقف وقفة تانية هتديني معنى تاني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. إيه اللي أنا بعمله ده؟ المرة الأولى لما وقفت بعد كلمة همومي كأني عايز أقول أن تعزياتك في داخلي هي اللي تلذذ نفسي. المرة التانية لما وقفت بعد كلمة في داخلي وحطيت فاصلة، عايز أقول أن الهموم هي اللي في داخلي، ولكن تعزياتك هي اللي تلذذ نفسي. فرق كبير، التعزيات داخلي ولا الهموم داخلي؟ هو في النهاية تعزيات الله هتلذذ أنفسنا، لكن أنت بتقرأ إيه؟ أنت فاهم إيه؟ لو إحنا قريناها في طبعة زي اللي قدامي دي فيها علامات الترقيم، هنكتشف الآتي: عند كثرة همومي في داخلي فاصلة تعزياتك تلذذ نفسي، يعني الهموم هي اللي داخلي، لكن تعزيات الله بتغيرني وتديني استعداد إن أستحمل الهموم. فاصلة، هقف فين؟ يفرق كتير 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 قوي، تفرق كتير. تعال اديكم نموذج تاني، ناخد نموذج من العهد الجديد يوريكم أهمية هذا الأمر. في كورنثوس الثانية إصحاح 5، رسالة بولس الرسول لكورنثوس، الرسالة الثانية إصحاح 5 وعدد 1، برضو آية من الآيات. أنا بحاول أجيب الآيات اللي كتير بنسمعها في كنائسنا أو بنقراها أو إحنا حافظينها أو عرفناها، ودي واحدة من الآيات اللي بنتوعظ فيها كتير في لحظات العزاء والجنازات، لأنها فعلا آية مهمة ومعزية. بتقول في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 5 وعدد 1، برضو هطلعها على الشاشة وبنفس المنظر من غير نقطة أو فاصلة أو أي حاجة: لأننا نعلم إنه النقد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. طبعا أنا قريتها قاصد أقراها بطريقة خطأ، وقاصد أقراها بطريقة بحيث ما تفهمش المعنى. وتعالى أقول لكم أحط إيدي على المشكلة فين. المشكلة في آخر الآية: فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. غير مصنوع بيد أبدي. أنا عارف إن قصد بولس الرسول يقول لنا إن إحنا لينا في السماوات بناء مبني بيد الله، ده اللي عايز يقوله بولس الرسول. لكن لما نيجي نقراها بالطريقة اللي أنا قريتها الخطأ، ما تدينيش المعنى ده، تديني بيت غير مصنوع بيد أبدي. الآية دي فيها مشكلتين. المشكلة الأولى: فين الفصلة والقراءة الصحيحة؟ نرجع تاني نطبق اللي احنا قلته، القراءة الصح، القراءة بالتشكيل. هقراها لكم بالطريقة الصح اللي بتبين المعنى، والسبب هي الفصلة والقراءة الصحيحة.
فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد، فصل أبدي غير مصنوع بيد، فصل أبدي. لما أقول بيد يعني غير مصنوع بيد بشرية، فصل يبقى أنا هقف لحظة وهعلق على البيت ده وأقول إنه أبدي مش غير مصنوع بيد أبدي. مسيح الكلام على بعضه وما فهمتش عايز يقول. أنا فهمت كده المجمل إن بولس الرسول عايز يقول لينا حاجة كويسة في السماوات. لا، الموضوع مش كده، لازم أفهم المعنى المقصود بالظبط. آخر نموذج أشاركه مع حضراتكم في أهمية الفصلة وهختم معاكم الحلقة، في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 وعدد 3. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 وعدد 3 بتقول الكلمات دي، هطلعها على الشاشة برضو: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. هقراها لحضراتكم بطريقتين، وكل طريقة هتديني معنى والسبب وجود الفصلة فين أو السكتة فين. هقراها بالطريقة الأولى: وكل من عنده هذا الرجاء، أدي نسكت، به يطهر نفسه كما هو طاهر. هقولها بنفس الطريقة تاني: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. أو هقولها بالطريقة التانية: وكل من عنده هذا الرجاء به، سكت اهو، يطهر نفسه كما هو طاهر. هقولها تاني بالطريقة التانية: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. مجرد أنقل الفصلة ما بين بعد كلمة الرجاء أو بعد به، المعنى يتغير. لو أنا قريتها وقفت بعد كلمة الرجاء وحطيت فصلة، يبقى هنا به تعود على الرجاء، به يطهر نفسه كما هو طاهر. ولو أنا حطيت الفصلة بعد كلمة به، يبقى هنا به تعود على شخص آخر يعطيني الرجاء، لأن كل من عنده هذا الرجاء به، به هنا تعود على شخص. ولو بصينا وقرينا القرينة هنعرف إن الشخص ده هو المسيح. إيه ده؟ هو الموضوع مهم للدرجة دي؟ صدقوني قراية الله، قراية كلمة الله تحتاج مننا هذا التركيز وهذا الاهتمام. مهم قوي وانت بتقرا تبقى عارف انت بتقف فين، بتسكت فين، عشان المعنى يتنقل لك بطريقة مظبوطة. أسيبكم تقروا الكتاب المقدس بإضافة علامة من ضمن علامات الترقيم، أو بإضافة أداة من ضمن الأدوات اللي بتساعدنا على فهم كلمة الله. ألتقي معاكم في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي، وربنا معاكم.